وقلنا as opposed to بتساوي contrary to أو in contrast to، وقلنا إيه على عكس إيه the idolaters do for their idols اللي هم على عكس ما يفعله عباد الأصنام بإيه لأصنام. طيب اللي بإذن يفصل حضرتك وبإذن حضرتك، حد بيقول حاجة؟ أنا نعم. وإحنا بنحفظها إزاي؟ يعني إحنا مثلا بنحفظ النصوص كده زي ما هي، ولا بنحفظ كلمات معينة؟ يعني طريقة المذاكرة هنا إزاي مثلا؟ لا، طريقة المذاكرة هنا، أنا في وقت من الأوقات مثلا كلمة cutting off، أنا مش عارف أقول cutting off، ممكن أقول cutting بس، مش عارف مثلا أقول إيه إظهار نعم الله، في كلمة نعم معناها bounty، bounty اللي هو فضل أو نعمة، مش عارف أقولها، ممكن أقول كلمة favor. أنا بس عايز مثلا لما أجي أشرح بطريقتي، أنا في كلمات ممكن أحتاجها ما يكونش لها ترجمة تانية غير الترجمة بتاعتها، يعني مثلا كلمة تضحية مش عارف أجيب كلمة غير كلمة sacrifice، فأنا في يعني الوقت اهم ده حاجه لازم ان انا اقول الايه، ان انا اقول الايه بالانجلش بطريقه مضبوطه مثلا وتدي نعم. المعنى. أيوة، مش نفس، مش إحنا اللي إحنا بنقوله ده مش نص ثابت، ممكن يتغير عادي. تمام. تمام. فأنا بس في بعض الكلمات هتقابلني ما مش هيكون لها بدائل، يعني كلمة ذبح أو كلمة تضحية أو الحاجات دي أنا لو مش عارفها، أو عبادة الأصنام، الحاجات دي مش عارف انا اتصرف بيها بطريقتي، لازم اكون عارف معنى الكلمه، فعشان كده احنا بنعدي على الكلمه ولو ليها معنى تاني بنقوله عشان الاسهل تقول تستخدمه. تمام. طيب طيب معلش، بس كلمة عباد الأصنام هي كم مقطع؟ عشان أنا idolaters اسمها كده idolaters idolaters، idolaters idolaters، أربعة، بس مش هطول في الإيه، هو ده الخطأ يعني نعم idolaters. idolaters، تمام. الحرف اللي هياخد حقه بس ضا، اي ضا 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 Letters. I don't اي ضا، letters. مش later، اي ضا، اي ضا letters I don't letters. مش letters، ما انت بتعلي صوتك في الليتر، اي ضا letters. I don't letters. نعم مش فاهمة برضو الخطأ فين. ما هي المادة، هو ده اللي فارق معانا. مش هتمدي، انا هتعلي صوتك بس idolaters، ما احنا كنا بنمد بقى، احنا بنمدها على اساس ان هي انا idol بمد later. مبالغ عشان تعرف النوت، الجزء اللي هتعلي صوتك فيه بس idolaters idolater. idolaters. ايوه كده idolaters. تمام. indeed ان your hater، يعني your hater مبغضك، كارهك، كارهك مبغضك فمبغضك. أو كارهك أو مبغضك، إن كارهك أو مبغضك is cut off، يعني cut off مقطوع. مقطوع from، يبقى مقطوع عن every goodness، مقطوع من عن كل كل خير، إيه؟ كل الخيرات. خير. نعم. And will be طب انت بقى forgotten، هنا مقطوع بقى، ولا محروم منه، ولا مقطوع يعني من كل خير، يعني المعنى بتاع محروم من كل خير. طيب لو انا عايز اقول كلمة، بس احنا عايزين نجيب كلمة مقطوع اللي هي ايه زي مقطور يعني، فاحنا نجيب، لو عايزين نستخدم كلمة محروم او يحرم بنقولها ازاي؟ ازاي؟ was prevent deprive، deprive. تمام. prevented اللي انت بتقولها زينب دي معناها ممنوع من كذا، احنا عايزين نقول deprive، محروم منها. نعم. deprive of، نقول deprived of أو deprive of. ما فاكرين زمان كان في أغنية بتاعت سامي يوسف لما كان بيقول Oh my Lord don't deprive me، ما اعرفوش. لا ولا تحرمني بحبك مثلا. ايوه هو سمعناها المقصود قبل هنا كده بالأبتر يعني لا ذرية له من الرجال، فذكره والله. مبتور. وهنا مفسرينها اللي هو مقطوع الذكر والخير، فبدأ بالخير وبعد كده لسه هيتكلم عن الذكر، and must will be be forgotten، forgotten، يعني بتنسى. سيكون منسيا. نعم. زي برضو، وحد نعم، زي برضو، حتى لو ذكر معلش الدون قطع، ذكر اسمه بسلب.
نعم تفضل. زي برضو بتوع انقطع كلامك، بما اني ما حضرتش المحاضره اللي فاتت عذرا، المحاضره اللي قبلها بقى اللي كنا واخدين فيها قل اعوذ برب الفلق في النفاثات، سمعت للشعراوي انها لا تفسر او خرج المعنى، يعني انها لا تفسر بالترجمه اللي احنا قلناها اللي هو المشعوذات، تفسر بالانفس النفاثات سواء كان رجل او امراه. فبرضو دي من معلش الحاجات معلش اللي لازم. نعم فالتأنيث هنا يعود على الـ على الـ على الـ على النفس وليس على الشخص. اه نعم اه مش مقصود به الاستعاذة من شر السيدات المشعوذات بس، لا ده الأنفس نعم النفاثات. فدي برضو من الحاجات اللي أنا نعم جميل، قدرا حصلت عليها كمعلومة. فكرة كويسة، جزاكم الله خير. جزانا وإيه طيب يبقى قلنا ايه؟ ان هو سينسى، ان اف ريممبرد، حتى لو تذكر، حتى لو ذكر اسمه زي ما احنا بنذكر اسمه دلوقتي او احنا بنتكلم عنه دلوقتي، he will be remembered negatively. يعني negatively صورة سلبية أو صورة بسوء سلبية. نعم سيذكر سيئة. بسوء. نعم سيذكر بسوء. طيب الجزء اللي فوق فيه مشكلة؟ انا نفسي بس يعني ايه حضراتكم كده يعني مع نفسكم تحاولوا تعملوا انتوا بقى، مش هقول تفسير، انتوا يعني شرح بالمعنى اللي انتوا عرفتوه، تطلعوا انتوا بقى بيور اون ووردز اللي هي بكلماتكم الخاصة. يعني ده مش غلط، يعني اصل قبل كده كنت بعمل كده، بعدين يعني مامتي قالت لي ان ده ما ينفعش، وان لازم يكون في كلمات معينة نستخدمها وكلمات تانية لا، مش اي كلمة تترجميش جديدة القرآن، مثلا. تترجمي المعاني. بس أحيانا أنت ممكن تجيبي لفظة بس مستخدمة بحاجة تانية تكون مفكرانية بتستخدم كده، الخطأ هنا بس. تمام. طيب هو الملف ده موجود فين عشان انزله؟ الملف التفاعلي، يعني مثلا كلمة وأخاف أن يأكله الذئب، أو قالوا يا مثلا إن ذهبنا سبق تركنا يوسف عند متانا فأكله الذئب. في بعض التفاسير تلاقي بتترجمها eat، وفي بعض تلاقي بتترجمها devour. devour معناها إيه؟ يفترس يفترس أو يلتهم. التهم هو ما اه أكلوش، ما عادش يأكل فيه، ده يعني هو كل منه التهم. قطعة مثلا. اه يعني ما لو كان قاعد يأكل كنا إحنا نلحقه، صح وكنا نجيب لك منه يعني حاجة، كنا نجيب لك منه حاجة. لا ده هو التهمه، يعني خدوا كل ما هو راح معاه، بلعب يعني، ما خدناش منه حاجة غير الايه، غير القميص. هو ف ده اللي اقصده، ان هو محتاج حد عنده سكيلز شوية ومعلومات كتيرة ايوه، ما هو يعني. مثلا هنا في المختصر التفسير اظن ان هو يترجمها ايت. ليه؟ لانه بيترجم حرفي، حرفي مش معناه غلط، حرفي ان هو بيترجم النص بالنص. اما في ناس بتترجم بالمعنى، يعني في مثلا في سورة يوسف برضو إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، عصبة يعني. وبعدها بيقول إيه؟ لئن أكله الذئب ونحن عصبة. فكلمة عصبة في الأول غير معنى كلمة عصبة في الآخر. عصبة في الأول يعني المفروض إحنا مجموعة، المفروض إحنا كتير، المفروض إن هو يحبنا، ده إحنا كتير، يعني إحنا مجموعة مع بعض، ملهاش علاقة بالقوة، لأن إيه علاقة القوة بإن هو يحبهم أكتر يعني. اما في الناحيه الثانيه لقينا كده ذئب ونحن عصبه، ده احنا رجاله شداد يعني واقوياء، فاكيد اللي هيترجم ده نفس المعنى، بس ده معنى وده معنى. ففي ناس بتترجم كده بتلتزم بالحرف، وفي ناس بتلتزم بتتكلم في بنفس الايه، بنفس المعنى، بالمعنى بتاع الكلمه، يعني الأفضل المعنى المعنى. بتاع الايه ذات نفسه. يعمون الأفضل مثلا أقرب معنى يتجرعوا. قصدي حضرتك، نعم الأفضل أقرب معنى. هو الأفضل إن احنا نترجم المعنى المقصود مش الحرف المقصود. أيوة نعم أقصد إن نعم حتى يعني كمان مثلا كلمة المعاني بتختلف بدرجاتها زي إيت وديبور. يعني مثلا كلمة يتجرعوا، يعني كلمة يتجرعوا هقول درينك، يعني لا ما هل ينفعش، مش يعني تبقى دي الإحساس أصلا. تخيل انت مثلا خليت كلمة، ما هتجيبها ايه يعني كلمة، ما هو يتجرع، يعني ايه يتجرع؟ بيحاول ابتلاعه يعني، أو يعني لا ده هو مش بيحاول. لا ده بيشربه بنهم كمان. يعني
فانا بقى في الوقت ده هترجمها ازاي؟ لو انا واحد عادي هقول درينك، شفت دي بقى حولت معنى يتجرع، يعني تخيلي قوة كلمة يتجرع خليتها انت يشرب. هي قوة اللغة العربية أصلا مش هتيجي بالإنجليزي نعم كده كده، فعلا مش هتطول. هجيب ظلال المعاني بقى. نعم. لا طيب ما الوقت أنت ده في بقى، حد عايز الوقت ده يجيبها بقى بمعنى طيب، يعمل إيه؟ الحل ايه في الوقت ده؟ انا هتجيب مش هي يتجرعه ولا يكاد يصيغه، مش هي دي الآية نعم اللي فيها العذاب نعم الكافرين هيتجرعوا يعني مثلا الحميم يعني؟ لا انا دلوقتي الحل ايه؟ الحل اروح جايب مثلا كتاب المختصر في التفسير، كتاب مثلا صحيح انترناشونال، كتاب الدكتور غالي ده اللي هو مؤسس لغة الترجمة، كلية لغة الترجمة، كتاب مثلا واحد كويس اسمه مصطفى خاطر ده مشهور برضو، كل دول هقرأ أنا ده وهقرأ أنا ده وهقرأ ده وهقرأ ده. شايف أنا بصراحة شايف إن المعنى بتاع مصطفى خاطر مثلا يعني في الآية دي أقرب للي أنا فاهمه، تمام؟ يعني أنا شايف آه ده فعلا ده ترجمة كذا وده ترجمة كذا، لا فعلا هو هنا عنده حق لأنه مش مقصود بها كذا. لقيت ده مثلا مترجمة ديفور وهنا كلمة ايت، هو وأنا ما أعرفش يعني ايه ديفور أصلا، فراح أشوف يعني ايه ديفور، فريق ديفور معناه يلتهم، آه صح ده جيت مثلا فالتقمه الحوت، هقول الحوت أكله وما أكلوش، الحوت ما كانش له أسنان أصلا هو أكل، فلقيت واحد مترجمه ايت واحد كاتب ديفور، آه لا ده صح ده اللي هو عنده حق. فأنا هقارن وفي نفس الوقت أشوف الأسهل ليا ايه أو الأقرب ليا ايه ممكن من غير نترجمها عشان أخد. عبارة، نعم يعني ممكن نترجمها كعبارة أو كجملة، مثلا يتجرعه he trying he tries مثلا to eat to drink it، هو مش يعني بيحق، انت ممكن ليه الجملة نفسها بتفسري؟ تشرح المعنى. ليه بتفسري كلمة ما انت مش هتقولي، ما انت ممكن تقولي جملة مش هتقولي حرف. على فكرة انت هتلاقي في التفسير ممكن يجيب الكلمة وحوالي مثلا 3 معاني بنفس المعنى ليها عشان يقول كلهم بقى بيدوا حتة في الجزء ده، لأن الإنجليزي مهما كان قوي برضو بيبقاش ممكن ما يوصلش نفس المعنى العربي، فمحتاج بقى توضيح. لا عدد المفردات نفسها ولا قوة الألفاظ والمعاني. بالظبط بالظبط، فهم بقى بيروحوا حاطين زي تكملة كده عشان يوصل لك المعنى. طيب beneficial points اللي هي النقاط المفيدة أو المهمة. in Islam security is important، ودي أظنها خاصة بليلة في قريش. turning the orphan away، يعني turn away إبعادهم أو تقليل من شأنهم، نعم اللي هو نصر في النظر عنهم، صرف النظر صرف عنهم، النظر. تمام؟ turn it away يعني سيبك منها، قال لك مثلا الحاجات الصعبة دي turn it away يعني ارميها بعيد عن تفكيرك، تمام؟ ف turning the orphan away، كلمة the orphan هنا مش معناها اليتيم اللي هو مفرد، لا معناها جنس اليتيم اللي هو اليتماء، يتام يعني اليتامى قصدي يتام اليتامى. turning the orphan away اللي هو صرف النظر او غض الصد الطرف عنهم، عن احسنتي، غض الصد الطرف عن اليتامى. and not encouraging يعني other، عدم حظ جواز الآخرين الناس اللي هم نعم يعني encouraging اللي هو تشجيع او حظهم، حظ الاخرين، to feed the poor يطعم طعام الفقراء، الفقر حد المساكين. الحض الآخرين على إطعام الفقراء. are traits هذه الصفات of the disbelievers، هذه صفات الإيه؟ الكافرين. كافرين فرين يبقى غض الطرف عن اليتامى وعدم حض الآخرين على إطعام الفقراء، هذه صفات من صفات الإيه؟ الكافرين. وده طبعا من فوائد سورة الإيه؟ المعون. طيب the status، status أو status، المهم حاجة مش status، ماشي؟ the status أو the status اللي هي مكانة مكان of prayer in Islam is emphasized، مؤكدة، يبقى مكانة الصلاة في الإسلام شيء إيه؟ مؤكد، مؤكد. هي براير ديت صلاة ولا مصلي؟ prayer صلاة، طب مصلي يعني ايه؟ مصلي the one who offers prayer. تمشي الدور of prayer
دور performer. ماشي تمشي دور أو performer. performer. ماشي. showing off. الله، يعني ايه showing off؟ show off يعني، إظهار. لا ما إظهار بقى، بس كلمة off خلتها يظهر قدام الناس، اللي هو يبقى ايه؟ يعني هو يعني يرائي. نعم يرائي، يبقى هو showing off مراعاة. معناها المراءاة، اللي هو حد مراعاة جاي من بيظهر الرؤية. قدام الناس، جاي من شو، بيظهر بيحاول يبين اللي هو بيعمله، يبقى الرياء. showing الرياء. نعم showing off is one of the illness of the of the of the heart. أمراض القلوب. illnesses، واحدة من أمراض الإيه؟ القلوب. أمراض القلوب and nullify. الله، يعني إيه nullify؟ بتحبط يعني الأعمال. أحسنت. كلمة nullify عايزين نستخدمها في سياق تاني خارج ده. طيب سياق يعني تاني. if you grateful about something you did, you nullify your work. تاني تاني. If you grateful about if something, you ما أقصدش grateful اللي هي ممتن، أقصد يمين. If you اها mention هي تقصد ادور something ادور او that you يعجب بعمله قوي يعني. نعم يعني ممكن تستخدم بمعنى إيه تاني؟ اقول مثلا هقول لك مثلا that nullifies your prayer، ده بيبطل الصلاة بتاعتك. تمام، يبقى nullify او no the هقول the nullifiers of fasting، يعني يبطل الصيام. مبطلات الصيام. nullifiers يعني مبطلات، nullify يعني يبطل. ماشي، يبقى it nullifies deeds، وتبطل الايه؟ الاعمال. نعم being grateful. تفهم عن الإسلام، الإسلام بيحط ما قبله. يعني مثلا ما حد يجي يدخل الإسلام جديد، فأنا بقول له الإسلام بيهدم ما قبله من الكفر. نعم، ممكن ولكن دي استخدمها. هنستخدمها. لا هي مش معناها، لا nullify. عارفين كلمة null أصلا؟ null بتساوي زيرو باللغة عارفة اسمها اللاتينية، null null and خلي القمة void. صفر. نعم null and void معناها لاغي وباطل، دي في القانون حاجة ملغية وباطلة. ما تمام، شاء الله. فكلمة زيرو معناها بتخليها زيرو، هي ما بتخلي العمل بتاعك زيرو. nullifies nullify nullify ايس، عشان قلنا ات، انما nullify الفعل كده. null null مش null null null. nullify. نعم طيب. being grateful اللي هو الايه؟ شكرا الامتنان for favors، اللي هو شكر النعم والامتنان لها. بتزودها. them يزيدها. طيب طبعا الامتنان بالنعمة كان في سورة الكوثر، اللي هو ايه؟ فصل لربك وانحر. جزاكم الله خير. حد عنده سؤال في اي حاجة؟ والامتحان هيجي لنا ازاي في امتحان ايه؟ الحاجات دي؟ يعني مثلا هنعمل اختبار، هيجي انا ازاي؟ كده كده يعني هنخلص كام سورة كمان، اعمل لكم اختبار عليهم، وبعد كده بقى ناخد بقى الاختبار الكبير بقى. هيجي لنا مثلا انا يعني كان قصدي ايه مثلا نختارها؟ نعم هيجي والله هم هيبعتوا لي الأسئلة بتاعتهم، بس هشوفها، أشوف طريقتها إزاي، بس أنا ما أعرفش بيمتحنوها إزاي. دي كده يعتبر محاضرة كام؟ والله إحنا خدنا كل سورة في مرة، ما عدا تقريبا سورة المسد والنصر خدناهم في مرة، هو وطبعا ده سورة كده الفتح يعتبر ده باقي كورس كده في مرة. التحدث؟ لا ده غير التحدث، التحدث ده غير. طب تعالي ما ده كده بدايته فين؟ يعني لو أنا عاوز أسمع اللي قبله. هتلاقيها موجودة أول ما نزل الحلقة دي. أول ما نزل الحلقة دي هتلاقي الإيه؟ هتلاقيها في قائمة التشغيل، القائمة دي موجود فيها كل حاجة. بس عشان أبقى عارفة العنوان بتاعها، يعني إن في تحدث
برضو بسمعها بترتيب، فقلت فاكرة ان دي استكمال ليها يعني. ممكن تطلبيه مع الجروب، او استاذ زينب هتبعت لك القائمه بتاعته، او ممكن لو معاك الملف التفاعلي هتلاقي عليه كل حاجه، هتلاقي شوفي الماده التعليميه هتدوس عليها، هيجي لك دوره المحادثه هتلاقي الرابط بتاعها، ودوره الاسلاميه اللي هي دي هتلاقي الرابط بتاعها. طيب هو كان في حد سأل حضرتك على الجروب ان هو عاوز تحضير لحلقات القرآن، يعني لو حد عاوز يدي حلقات القرآن تحضير أنا مش ليها، ما فهمتش الصراحة يعني إيه تحديد لحلقات القرآن. يعني هو عاوز مثلا هيدي حد أعاجم مثلا، ده اللي أنا فهمته، يعني هيدي حد أعاجم مثلا قرآن، فيبدأ معاهم ازاي، الستبس ازاي، يستخدم ايه، أعتقد هو كان قصده اللي هو تجويد يعني تقصدي، ولا بيدي هي تقريبا قالت مش قصدها تجويد. يعني حضرتك مثلا القرآن هنبدأ مثلا، يعني ممكن نور بيان بدايته من كتاب معين، يعني حضرتك مثلا بتقترح لو احنا عاوزين ندي اعاجم مثلا من الاول، من اول سورة الفاتح، فطبيعي مثلا هيكون في بعض الحاجات التجويدية، هل نديهم نور البيان الاول ولا ممكن ان احنا نمشي معاهم كده او قاعدة نورانية؟ كده على حسب هو عايز ايه، او على حسب مستواه هو. يعني مثلا لو هو كان بادئ في القاعدة النورانية هكمل معاها عادي. لو هو واقع خالص ما بيعرفش يقرأ اكيد هبدأ معاه نور باين. بس النور بين الأفضل يعني من القاعدة النورانية. والله ان كان عليا انا، ولا بدي نور باين ولا بدي نورانية، انا ما بديش المرشحة عن تقرأ. تجربة هي أفضل بكثير عن تجربة. انا ما جربتش، فانا ما بديش ولا هل ده ولا ده. حضرتك بتتابع إيه مع القرآن؟ انا ما بديش اطفال، بدي ناس مستوى كبير. اه دي المشكلة، احنا لما كنا عاوزين دي اطفال بقى عاوزين حاجة اسهل خالص وتبدأ معاهم من الاول. نعم والله ممكن اكلم حد ويمل دورة لحضراتكم ان شاء الله. خلاص تمام، بس يعني حطينا على خط على اول الطريق، مثلا لو في حاجات بتتعمل زي جيمز، حاجات زي كده، ممكن احنا برضو ان الموضوع ده بياخد وقت ان احنا نعمله على الباوربوينت او الكلام ده، فلو ايوه حد مثلا عنده ده الحاجات دي في ما جروبات جاهزة. على اه الباوربوينت، في جروبات اصلا على التليجرام تبقى جاهزه فيها الباوربوينت جاهز يعني كل حاجه. عندي، بس لا مش برضو اللي احنا محتاجينه، يعني مش عن القرآن معين، عن الحروف عادية، لكن مش عن القرآن ذات نفسه ان هو مثلا يختبره بحفظ السورة او حاجات زي كده، مش ما لقيتش يعني. مش عملي ولا حضرتك لقيت؟ اه بالظبط، يعني حاجة عملية ان احنا خلاص بندي حد وهو عارف الستبس وماشي بيها بقاله فترة، فده هيفيدنا كتير، يعني لو حد كده فعلا يبقى جزاك الله خير. حاضر حاضر جزاك بإذن الله الله. خير. طيب أستاذة أسماء بتسأل على نطق كلمة الحواريين، قصدك على الكلمة دي ولا على كلمة تانية؟ تمام، هي دي. disciples اسمها disciples disciples ماشي؟ شكرا. أيه. نعم، جزاكم الله خيرا، أراكم على خير المراقبة إن شاء الله، السلام عليكم.